ورجعنا لايش؟ تحدي الكبار. ورجعنا لايش؟ تحدي الكبار. اليوم المنافسة والفكرة مرة مرة جميلة، تقدر تجمع إلى 50,000 ريال أنت ثقافتك. 50,000؟ أي والله تقدر تستلمها الآن. هذا يحتاج تعتمد على الثقافة. طيب طيب خلوني أشرح لكم الفكرة. الفكرة عبارة عن بلوت تسحب، مثلا جينا على الرقم 9، ما يهم سبي شيريا هاس ديمن ما يفرق، 9 عبارة عن 900 ريال. نسألكم سؤال بالاختيارات، ما جاوبتوا مع السلامة، روح المجموعة الثانية. جاوبتوا معكم فرصة ثانية تسحبون رقم جديد وتجمعون فلوس أكثر وأكثر. في حال طلعت صورة ولد إكا جوكر يلتقي كل شيء. ابو ترف عبد الله الشهراني، ابو حشر محمد ال بريك، اسحب ورقه يا ابو حشر. يلا يا كريم اللي معك قناه، يلا يا كريم اللي معك قناه. 600 ريال، لا تروح. 600 ريال والسؤال يقول ما اسم اكبر خليج في العالم؟ في خيارات تكملون ولا تاخذون 600 ريال؟ تكملون. خيارات: الخليج العربي، خليج البنغال، خليج المكسيك. خليج المكسيك. كيفكم؟ أكدوا لي جواب. متأكدين؟ 600 ريال بتروح. توكل على الله. ألف مبروك مبروك مبروك. تكملون 600 ريال تكملون ولا لا؟ اخذ 600 انت واخوياك وتقسموا ولا تروح عليكم، ترى ماشيه منها الى صار حسابك فاضي. ما عليك، نعرف وثقافتنا زينه وان شاء الله بنجاوب. بعدين انت شعرفت ان في المكسيك جايين هم رحنا القرقسطه. متاكد؟ يا فلورين المكسيك قاره ثانيه. اسحب والله انا قاريهم رحنا القرقسطه. طيب حبرنا الغرابه الخسلات الوحل الجبوات لامهات بريم. اسحب روح جسم روح خشمك لين. خمس 500 ريال والسؤال يقول ما هو الحيوان الذي في جسمه الذي ليس في جسمه معدة؟ باندا. ما هو الحيوان الذي ليس في جسمه معدة؟ فرس النهر، الغزال، الحوت. فرس النهر. متأكدين؟ فرس النهر. متأكدين؟ ألف مبروك ألف مبروك. رصيدكم 1100 ريال تكملون ولا لا؟ هذا الجروب يحوش على المسابقات الثقافيه لعبتي انت تعرف بس تسحب. يلا ان شاء الله عيده مبروك. عيده مبروك. 900 ريال. السؤال يقول كم نسبه المياه العذبه في العالم؟ عطنا الخيارات. 3%، 5%، 7%. انا مراحم عد احتاج. صح 5.37 صح 5.37. اي 3% روح توكل. 3% متأكد؟ خلا تجي ولا تروح كلها. 3%. المبروك المبروك المبروق المبروك. قدم فلوس من المعلومات. تأكد الله يطرحهم في شاي بشري عشان أفاتها الحياة. هذه يا محاباة يا غازي. وش المحاباة؟ يا ولد هذا نعرفه والله. في أي واحد يجيبها. بنكمل. بتكملون 2000 ريال ولا تكملون؟ بدينا احنا هالحين. ايش بقول؟ اشوف 2000 طيبه في الجوله الاولى ونرجع لهم ان شاء الله. ما عليكم. هذه منك وانت من عسير الهول. هاب ابك احنا ما ضرناها بلا هيبات. سقى والله لا تدق يا جماعه. طيب والله نصيحه، عصفور في اليد ولا 10 في الشجره، 500 كل واحد وكلوا العافيه. 2000 سكر. لا تروح اجلس ما انا بنصيحه. اسحب الورقه اللي فوق. اي ايش طلع؟ ما ابغى غازي اللي ما جاوبنا تنخرط لي مثل رصيدك البارح. السؤال يقول ما اسم الغزوه التي تسمى بغزوه الاوطاس؟ ما كلوا تراب. تشوف هذاك كلوا منها اللي على الرصيد. غزوه خيبر، غزوه اليرموك، غزوه حنين. انا في التاريخ ثقافه. انا اشوف حنين. كيفكم؟ الاوطاس. كيفكم؟ الوقت معكم. انا عندي ما بجيبينها.
الكلمات كلها حنين يا رجال على حنين بسم الله متاكدين المبروك جاوبتوا على السؤال هذا يصير في رصيدكم 2800 ريال صل على النبي انت والسامحين فرضا انهم ما جاوبوا على السؤال هذا انا اعلم 3300 هذا السؤال هذا طيب السؤال يقول اذا في حال جاوبتوا لكم 3300 ريال السؤال يقول كم مدة حمل انثى الفيل ثمان 18 شهر 22 شهر 15 شهر انت شخصنا كذا ايه غازي غازي متأكدين لو كانت خطأ بيلتغي كل شيء خلها يلتغي احنا ما نذل متأكدين برا بعدين بعدين لا المشاكل لا مشاكل المجموعة الثانية طانون عبد القادر نبيل كمنجة يلا يلا اخبص وخذ ورقة بسم الله يقول لك الضمع 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 ضيع ما جمع فوجي اذا كمل جولة واحدة يلا عطنا اللي بعد 400 ريال عكرشة خبعثة جن حلو عفاريت هاجة خبعثة ها خلصوا بس خلصوا خلصوا بس اتحدى عدل اسمها شوف عكرشة مرات خبعثة هاجة بعد اربع اصحابكم بس روحوا انا اقول هاجة 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 يا عيال اتفقوا على الاجابة انا اقول هاجة ما يدرون الضفدع خلاص يلا خبعثة معهم وش اسمها خبعثة متأكدين ايه متأكدين ايه للأسف الشديد الإجابة خاطئة وبرا هاجة هاجة والله هاجة هجتك والله من رعر خل العبرة والذبابة تيرم تيرم ثم طارت تيرم تيرم الفريق الثالث بخطيب الفلوس تحب أصحابها ومخلد أبو بنت الديرة وأبو عتيبة أسحب. أسحب يا خالي إكا يلا برا برا تعرف عالم سوي إكا على صباح يلا يلا أتمنى أنكم ما تفرطون في المبلغ إذا جاكم والله لا سودا لا انتقف لا 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 خذها خذها انا قبل شيء رجوله حتى في مسابقات اقول لك قبل شيء تراك مطلوب يخليني لين خزرنا والله لا ما جلب عنه اسحب انا روح روح بس ما في حرك يا رجال نطلع بكرامتنا واسمنا ما ننسحب حرك انا بنسحب حرك ما ينسحب كرامة في الموضوع لا شيء ولا شيء عط عط طنين عط عط اختاروا رقم قبل ما نختار يقول اما توردها مواريد الابطال ولا السرح خل المراجل لها لها واضح يا فريق البومة ابوريك البومة الحين ها يلا 500 ريال والسؤال يقول ما هي البلد التي قامت بمشاهدة التلفاز لأول مرة في العالم اسلم السعودية مصر امريكا 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 واضح امريكا. اسهل منها ما في هات الورق اللي بعدها خلص هات اجابه دقيقة. صحيحه والف مبروك املوني شرك ولا كل انسان يا شباب الباب يا والمكرونة تبون 500 ريال ولا تكملون كمل ترى يكفنا الشيبان والبنات والاولاد ولا كيك يا رب بسم الله ألف ريال طيب يلا السؤال يقول
ما هي الشعوب التي قامت بوضع حروف الهجاء؟ عطني خيارات. الفينيقيين، العرب، الأغريق. حروف الهجاء؟ العرب، لغة عربية، احنا اهل العلوم الطيبة كلها. هات الورقة اللي بعدها. مشروب اخلص. مرة متأكد ما شاء الله عليك. متأكدين؟ برا. ابو سول الفينيقيين. ثقافتهم رذيلة. الفينيقيين يا. ركوا لك